السلام عليكم. ده فيديو جديد ضرب نار. انا عايزكم تركزوا معايا في الفيديو ده، مش عايز اي حد يجري ثاني في الفيديو. طب يا جدعان قبل ما نقول لكم على فكره الفيديو، لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب في القناه، اعملوا لايك. طب يا جدعان عايزين نتم 100,000 فرقه على الفيديو النهارده من احلى الفيديوهات على القناه. طب يا جدعان المفروض ان انا فكره الفيديو ان انا يا جدعان ان انا هفرح امي وابوي، اغلى حد في حياتي. مين كام يوم كده سمحت امي تقول، كانت بتقول ان هي نفسها يعني فروكنا وسفره وانها المفروض ما تلعبش البيل انفريل اللي كان عندنا ده، اصلا احنا اللي بوظناه ونضفناه. طب يا جدعان البيت ده اصلا مننا، البيت ده اللي احنا ابتدينا من فيديوهات من البدايه فيه، كنا يا جدعان على طول بنصور هنا، واحنا يعني الانفريل القديم ده يا جدعان احنا نعتبر احنا اللي بنعرفين نلعب بلاي ستيشن عليه، نصور عليه. فطب يا جدعان المفروض عليه اكل، ان انا صاحي من الساعه 8 الصبح كل باور زي ما انتم مش عارفين. المفروض ان احنا دلوقتي هديه، احنا والله العظيم ما هنقدر نرد لهم يعني جزء من اللي هم عملوه معانا. فكره الفيديو النهارده يعني في نفس الوقت مقلب وفي مفاجاه في اخر الفيديو، فانا يا جدعان طالب منكم ان انتم تكملوا الفيديو لحد الاخر. مش عايز اي حد يجري ثانيه وتضغطوا لايك للفيديو. موتك يلا. الفيديو ده يستاهل والله العظيم يستاهل 100,000 لايك، لان يا جدعان احنا هنصرف في الفيديو ده وهنكلف. المفروض يا جدعان الفيديو بقى تمشي ازاي؟ المفروض يا جدعان ان العفش القديم ده انا هاخده هسرقه بمعنى الكلمه، انا هخبيه في مكان وهثبت كاميرا في اللي هو اتسرق. هثبت العفش القديم ده يا جدعان، انا هاخده هنحطه عند اي حد بقى نسهر عنده كده ونخرب الكلام كده وممكن نرميه يعني. طب يا جدعان المفروض ان انا دلوقتي هسرق العفش القديم، هنزل المفروض ان انا اصحي الساعه 8 الصبح زي ما قلت لكم، المفروض ان هم كلهم نايمين. المفروض يا جدعان ان انا هنزل وابتدي اسرق العفش، المفروض يا جدعان ان انا دلوقتي هتحرك للمكان اللي يعني اول ما اسرق العفش هنبتدي نتحرك للمكان. وبرضه اي حد قدرته ان هو يعني يفرح ابوه وامه يجيب لهم هديه صغيره، مش شرط هديه بقى كبيره كده، الجنة ورد حتى، الجنه تحت الاقدام الامهات يعني اقسم بالله ورب الكعبه. امي وابويا دول جزمتهم في دماغي، امي قلبي يا ابني سيبنا يا جدعان. والله العظيم امي وابويا دول جزمتهم هشيلها فوق دماغي كده والله العظيم، لو فضلت طول عمري كله ما اعرف ارد لهم 1% 1% من اللي عملوا معايا. طب يا جدعان مش عايزين رجل كتير، المفروض ان احنا دلوقتي ننزل نسرق العفش ونروح نجيب العفش الجديد. احنا المفروض ان احنا هناخد العفش كله وننزله بتاعنا. أول كرسي هنبتدي ننزل ونطلع على هوا الهواء. هو لسه كده مش عارف احنا ناخد العفش الكنبه، المفروض ان احنا هننزلها وكده الانفري ده كله خلص، والمفروض ان احنا بقى هنبتدي نروح نجيب الركنه دي. طب الركنه دي دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عندي كده تعبنا في الدنيا ده كلنا في الدنيا ده واحنا لسه بنخاف من الرعب. طب عندي انت حاسس نفسك يعني بتاع يعني على اي واحد بيشحن اعملوا رأي محل في مجتمع كلها، محل شاكوش رقم واحد زي ما انتوا شايفين. عايز تتجوز بقى، عايز تجيب اوضه نوم زي ما انت شايف، افجر محل في مجتمع كلها. طبعا يا جدعان زي ما انتوا شايفين الشغل بقى مش زي المحلات التانيه، الشاشنا طبعا افجر محل في مجتمع كلها. طبعا يا جدعان زي ما انتوا شايفين
عايز تتجوز. بصوا السليم، بصوا السليم افجر محل في المجتمع كلها. انت عندك رقم واحد شاكوش. طبعا يا جدعان دي السفر بقى زي ما انتم شايفين، عشان تتغدى كده انت وهي الصبح تعمل لك فطار كده، تقعد بقى تفطر انت وهي كده. رقم واحد شاكوش في مجتمع يا جدعان، العنوان في مجتمع، هسيب لكم العنوان تحت في الوصف. عايز اي حد يجي مجتمع واي حد يقول له ان هو تبع ميس هيظبط الدنيا وهيعمل مع الصح. عن المفروض ان كده شكل بابا صحي من النوم عمال يرن، بس ما جاتش في الفيديو قبل ما افتح لكم الكاميرا يا جدعان. عمال يرن، هو كده يعتبر شكله صحي. طب يا جدعان عمال يرن اهو، رد ولا لا؟ كاي الو. ايوه بابا. ولا ايه يا حبيبي؟ شفت الحاجه اللي هنا اللي كانت هنا؟ على حاجه ايه؟ الانتري والحاجه اللي كانت هنا. هي مش موجودة ولا ايه؟ فين؟ الله، هي مش موجودة؟ بطلوا الاستغلالة دي بقى، يكون الحرامي دي خلخاتها ولا حاجة؟ بقول لك ايه، بطلوا الاستغلالات بتاعتكوا دي. قصدك على انتري اللي هو في الصلاة؟ انا خدته كده بعمل بيه بس شوية حاجة كده، بصور فيديو كده، كنت برميه في الترعة وبتاع. طيب انا قلت انا خوالاتي انا خدته وبابا رميته في الترعة كده، كنت بصور فيديو. طب ماشي اما تجيلي. حاضر. طب ماشي، انا شوية بالظبط عايزك بس تجهز عشان اول ما اديك رنة تطلع لي من البلكونة. طيب ماشي. ماشي يا ريس، مع السلامة يا ريس. طب يا جدعان زي ما انتوا شفتوا كده، المفروض خلاص ان انا اصلا رحت ونقيت الانتري ونقيت كل حاجة يا جدعان، والمفروض ان اصلا انا كنت رايح انا وماما قبل كده، فحسيت ان الحاجة دي هي اللي عجبة ماما. فطبعا يا جدعان المفروض ان احنا جبنا الحاجة، هنستنى العربية اول ما تيجي ونبتدي نرن عليه. A few moments later. طبعا يا جدعان المفروض ان زي ما انتوا شايفين البضاعة وصلت. وصل طبعا وصل وصل. بقى ان انا دلوقتي هرن على بابا، هرن على بابا بقى نقول له بص من البلكونة. تعالى كده. وش عامل البلكونة؟ يلا حدوا تعالى. طب بس يلا. يا جدعان زي ما انتوا شايفين اول ما العيال عرفت ان احنا بنصور هاتي كده العيال. يا جدعان اول ما العيال عرفت ان احنا بنصور الشقة. الساعة مش طالبة لما بقى خلاص. طب انا برن على بابا مشغول، انا عايز يبص من البلكونه. مشغول برضه؟ ايوه بابا. عايز ايه؟ بص من البلكونه كده. عايز ايه؟ بص عامل لك مفاجاه. بس انت فايتك، تعالى كده ايش كفايه على انت جايبه دي. تعالى وسع وسع وسع. ايش ده؟ افتح الباب يلا، افتح الباب عاملنا الفوب. هو السنان بقول لك افتح الباب عاملنا. طب يلا سلام. طب يا جدعان زي ما انتم شايفين هنبتدي بقى نطلع حاجه ونشوف رد فعل فعلهم بقى فوق لما يشوفوا الحاجات ان انا اللي جبتها. نرجع لكم تاني. طبعا كنت مع ماما وشفتهم اتفرجنا، حسيت ان اللي انا جبته ده اللي عجب ماما. طب يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي هنطلعه ونشوف رد فعلهم. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا طلعنا الحاجه هنا اهو، ومعانا الرئيس عماد. الرئيس عماد احلى عماد في الدنيا. شاكوش رقم واحد زي ما قلت لكم، شاكوش رقم واحد. المفروض يا جدعان ان هو دلوقتي بقى بينصب الصوت. ايه في العيش؟
يا جدعان المفروض ان البتاع ايه وعم عماد العسل عم عماد الاسطوره اللي تعب معانا النهارده تعبت معانا عم عماد مسع ناس بقى انت في الفيديو ده انت دلوقتي على اليوتيوب عم عماد حبيبي احسن ناس بيسعوا على اليوتيوب الواد حبيب قلبي عم عماد بابا ايه رايك في الحاج ايه رايك قول لي رايك عجبتك اتفاجئت ولا لا ايه رايك يا بابا هات الازاز يا حبيبي يا جدعان زي ما انتوا شفتوا كده بس تعالى بس بص الحلويات عليك بص الحلويات بص انا قاعد بس كده انزل النور 3 2 1 تا 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 زي ما انتوا شايفين منظر الشقه 180 درجه بصوا يا جدعان مباراه انا مديحه بقى عشان تبقى قاعد كده بالليل يا ثورة يا ليلي جدا طبعا يا جدعان برضه هنا برضه في ركنة وهنا برضه بالو دي ركنة ده خط مكان العصير اللي انا سرقته عملنا هنا مجتمع سماعي خط عليا الدرع باذن الله اول ما نطلب الدرع جمعة مبارك عليك يا ريس بص يا جدعان دي ركنة احنا هنعمل صور فيديو بقى جمعة مبارك عليك بصوا بس انا برضه عشان عايز اوري الناس حاجة برضه لا استنى بصوا يا جدعان بصوا هنا في سرير هنا يا جدعان بتتفتح كده يعني عايز احولها لسرير بتحول على سرير هو كده عايز زي ما انت شفتوا كده وبرده دي برده خلقات دي بيحصل فيها نفس الكلام ده دي مكتبه بقى للدروع باذن الله عشان دي هيتملى هنا درع وهنا درع وهنا درع المكتبه دي يا جدعان معموله خصيصا للدرع واحب اقول ان الصوره دي هي برده اللي منوره المكتبه عشان والله بص يا جدعان الصوره دي طب يا جدعان المفروض بقى ان كده يعتبر كده خلصنا مع الفيديو يا رب يا جدعان يكون الفيديو عجبكم اي حاجه عايزين يتم بقى على 200,000 ونخش على المليون طب يا جدعان كده كنا في الفيديو بقى لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك للفيديو ده وما تنسوش تشتركوا في القناه او نسيت يا جدعان اقول لكم برده ان ماما فرحانه وعجبها الحاجه وبتاع زي ما انتوا شايفين بس ماما ما بتحبش تطلع يا جدعان في الفيديوهات عشان بتتكسف وكده بس يا جدعان دي الترابيزه بتاعت السفره دي بص يا جدعان بتاعت قصدي الركنه دي وطبعا يا جدعان زي ما قلت لكم ان ماما فرحت وبابا فرح يا جدعان اي حد امك وابوك تشيلهم فوق دماغك اوعى اي حد يزعل على ابوك ام ابوك امك في الدنيا انت قد ايه طبعا يا جدعان كده تكون وصلنا لنهايه الفيديو بقى لو انتم مش مشتركين في القناه اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده مش هتخسر حاجه يعني لو عملت لايك للفيديو نشوفكم الفيديو الجاي سلام